بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي السادة المشاهدين، بنستأنف النهاردة الكلام على زي ما قلنا في عنوان الحلقات، هو أسرار العمود الفقري. بنستأنف برضو بعض الحقائق عن هنتكلم النهاردة على ألم أسفل الظهر. نتكلم على بعض الحقائق موجودة، وهي الأماكن المسببة لألم أسفل الظهر بتبقى عبارة عن إيه. أنا في عندي الكتلة العضلية اليمنى واليسرى في العمود الفقري، ممكن يحصل فيها بعض التمزقات نتيجة لرفع أشياء ثقيلة، نتيجة لأي عمل مفاجئ بطريقة خاطئة. ممكن يحصل تمزق في العضلات السطحية، تمزق في العضلات العميقة، ممكن يحصل في ناحية اليمين أو في الناحية اليسرى، وكل حاجة بيبقى ليها بعض الأعراض بتاعتها. بيبقى في عندي كذلك المفاصل الخلفية والأربطة اللي ماسكة العمود الفقري، كذلك نتيجة برضو لرفع أحمال ثقيلة، نتيجة لزيادة في الوزن، بعض الأشياء الأخرى ممكن تؤدي إلى تمزقات متعددة في الأربطة اللي بتمسك الفقرات ببعضها، واللي بتمسك وبالذات اللي بتمسك المفاصل الخلفية. بننتقل إلى جزء آخر من مسببات آلام العمود الفقري، وهي القرص الغضروفي. القرص الغضروفي زي ما قلنا إن هو مكون من الحزام الليفي، وداخل الحزام الليفي النواة الجيلاتينية، وده بيعمل على امتصاص الصدمات ويدي ليونة للفقرات القطنية. بيبقى في بعض الأعصاب الحسية بتبقى موجودة في العمود في القرص الغضروفي، في خارج الجزء الغضروفي بيبقى فيه كذلك حساسات أو نهايات عصبية في الرباط الخلفي اللي ماسك الفقرات. كذلك من أهم الأشياء اللي عندي بتكون من أحيانا من مسببات آلام العمود الفقري هي أو أسفل الظهر اللي بيتقال عليه اللومباجو، أحيانا هو المفصل الحرقوفي العجوزي سواء كان الأيمن أو الأيسر. بيبقى في عندي تمزق في العضلات اللي ماسكة أسفل الفقرات القطنية، سواء كان في الجزء الفقري أو الجزء الحرقوفي للمفصل الحرقوفي العجوزي. أحيانا بيبقى في عندي تمزق جزئي في الأربطة اللي ماسكة المفصل الحرقوفي العجوزي. كذلك دي من الأسباب اللي هي بتؤدي إلى ألم في أسفل الظهر. وبتبقى آلام الحقيقة آلام المفصل الحرقوفي العجوزي دي بتبقى من أشد الآلام اللي بتبقى مزعجة جدا للمرضى. انتقلنا احنا كده على ما يسمى بألم أسفل الظهر أو اللي اسمه اللومباجو في بعض الأحيان. ألم أسفل الظهر من أكثر الآلام اللي بتحدث للإنسان. لا يوجد إنسان زي ما نقول إنه لم يمر في لحظة من حياته أو في فترة من حياته بألم يحدث في أسفل الظهر. بنسبة تقريبا من 75% إلى 90% من التعداد الناس اللي بيحصل لهم آلام أسفل الظهر في مرة في حياتهم أو تتكرر معاهم أكثر من مرة. أكثر آلام العمود الفقري بتحصل في آلام أسفل الظهر، بتحصل في ألم أسفل الظهر. الأعراض بتاعته بتختلف على حسب الجزء المصاب في العمود الفقري، لو كانت العضلات، لو كانت الأربطة، لو كان القرص الغضروفي. بالنسبة للعضلات طبعا بيبقى في تمزق عضلي نتيجة لرفع أشياء ثقيلة أو نتيجة لأي عمل مفاجئ ما كانش العضلات أو ما كانش العمود الفقري واخد استعداده ليها. بينقسم ألم العمود الفقري إلى الألم الحاد والألم المزمن. الألم الحاد اللي هو بيحصل معايا، بيقعد معايا من فترة في حدود حوالي من 4 إلى 6 أسابيع، لازلنا بنعتبر أن من 4 إلى 6 أسابيع هو ألم حاد.
ما زاد عن أكثر من 4 إلى 6 أسابيع يتحول الألم إلى ألم مزمن. كذلك بينقسم إلى أنه هو ألم وخزي أو ألم عميق أو اللي هو بنقول عليه نقح، بيبدأ الألم العميق. وكل شيء وكل واحد من هذه الآلام بيبقى ليه توصيف وليه جزء من جزء عضوي في العمود الفقري يسبب هذا النوع من أنواع الألم. إذا انتقلنا بعد كده إلى الألم اللي هو الناتج عن القرص الغضروفي، وزي ما هنشوف في الصورة إن القرص الغضروفي هنا بيبقى زي ما قلنا إنه عبارة عن حزام أو مجموعة من الأحزمة الليفية، ويوجد داخلها النواة الجيلاتينية. لو حصل قطع جزئي أو كلي في الأحزمة الليفية بتبتدي المادة الجيلاتينية أو النواة الجيلاتينية اللي موجودة في داخل القرص الغضروفي تبتدي تتحرك خلال هذه الفتحة أو هذا القطع في الأحزمة الليفية، تسبب ألم في أول الأمر، وبعد ذلك كلما تحركت أكثر خلال الأنسجة أو أحزمة الليفية تسبب ألم، يزيد الألم في هذا لغاية ما تخرج تماما النواة الليفية، النواة الجيلاتينية، لغاية ما تخرج من القطع في الأحزمة الليفية. إذا خرجت من الحزام الليفي فبتلاقي قدامها يا إما الرباط الخلفي اللي ماسك في الفقرات، أو بتبتدي تخرج يمين أو يسار مع تضغط على العصب الخارج من الفتحات العصبية. دي هتؤدي إلى نوع من أنواع الألم اللي هو ألم إشعاعي أو ألم منتقل إلى الطرف السفلي، إما إن هو يكون في الجزء في الإلية أو في ظهر الفخذ أو في الساق، الساق من الأمام أو من الخلف، أو ينتقل حتى الألم إلى القدم. وكل هذا على حسب مستوى الإصابة في الغضروف في القرص الغضروفي. مش معنى إن أنا عندي الألم شديد يبقى الإصابة خطيرة. دي قاعدة موجودة إن الألم أو شدة الألم لا تتناسب طرديا مع شدة الإصابة. يعني إحنا أحيانا الألم العضلي وهو ألم يكون شديد جدا اللي هو التمزق العضلات الخلفية للعمود الفقري يؤدي إلى ألم شديد جدا، ولكن الحقيقة إن الإصابات أصابت العضلات سواء كان إصابة في العضلات السطحية أو العضلات العميقة هو نوع من أنواع الألم برغم أنه شديد، ولكنه يزول بالتدريج، يبتدي يقل لغاية ما يختفي تماما في خلال أيام. فإحنا كده هو ده اللي إحنا بنحب نفرق بينه، وإن مش مجرد إن الألم في الفقرات القطنية أو في أسفل الظهر إنه ألم شديد يبقى معنى كده إن دي إصابة خطيرة وهتستدعي إلى تدخلات جراحية وكذا وكذا وكذا. لأ، إحنا كل نوع من أنواع الألم وكل وصف من أوصاف الألم وطريقة إشعاعه والسبب اللي والألم اللي بيسببه بتستتبع بعد ذلك طريقة للعلاج بتتراوح ما بين الصبر على الألم لغاية ما يروح إلى التدخلات الجراحية. وهنستأنف هذه الأشياء كلها بالتفصيل في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.